أول شيء سلقنا اللحم بعد ما قطعناه إلى مكعبات واحتفظنا بالمرق، مرق اللي هو مرق السلق. تمام. بعدين في مقلاة أو في كاسرول أو طنجرة بدينا بإضافة شوية زيت، أضفنا البصل كرملناه شوية، أضفنا الزعتر والروزماري ورب البندورة، ثم أضفنا الطحين خلطناهم، أضفنا اللحم مع المرق، وبعدين صار في عندي غليان، تسبكت الصوص فأضفت طاقة من الخضروات المنوعة المسلوقة سلقا كاملا، وهتحركها حوالي 10 دقائق تتسبك مع بعضها تعطينا الطعم اللي بدنا إياه. كيلو من لحم العجل طبعا هون سالقه مشان الوقت، وطبعا في عنا بصلة مفرومة، ثوم مفروم، مرق اللحم، زعتر، روزماري، وأكيد هذول حكونوا من كارفور. طبعا كل أغراضنا من كارفور، إحنا طحين، زيت نباتي، رب البندورة، وكوبين من الخضار المنوعة والمقطعة إلى مكعبات حسب ما متوفر عندكم بالبيت، وملح وفلفل. أما الرز بالزعفران فطبعا بدنا له 4 أكواب رز بسمتي منقوع، و8 أكواب ماء طبخناهم أمامكم، ربع كوب زيت، ملعقة زعفران، وملعقة من ماء الورد، وشوية من هالملح يا أبو طه. الرز على النار هون. أوكي. الآن طبعا طبخنا الرز معروف كيف، هون عندي الزعفران وماء الورد. تمام. بدنا لونه مشان إيش يكون رزنا جاهز ووالم. اليوم في ضواقة. طبعا في. يا سلام. رزنا صار جاهز وماء الورد فيه، والحبه بحبتها ما في، هذا ما فيش خوف عليه. وعندي هون اللحمه طبعا لحمه عجل مسلوقه راس عصفور وجاهزه. شوف كيف لون المي جاي على بني، لانه اللحمه تعطيك هاللون. طيب لو مش لحم عجل، لو لحم خروف كمان نفس الشيء بيكون بس لونه اخف، بيكون لونه اخف. اما الطعم اكيد الطعم بيختلف تماما. بس هاي لحمه عجل. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما وابدا رفعنا مقلاة على النار، وبنبدا نحس لنا شويه بصل. يلا. تقطيعه مش ناعم كثير ابو طه. كبير الفرم شوي يعني. وعبين ما هالبصل يتذبل شوي ابو طه. بعد ما هالبصلات بلشوا يتذبلوا وبلشوا يتكرملوا، زي ما حكينا لحمتنا هون جاهزه، لحمتنا جاهزه يا ابو طه، احنا وامورنا ممتازه جدا ومسلوقه وكله تمام، والرزنا مطبوخ وبصلنا هاي بلش يتذبل. الآن في هاي المرحلة بدي أضيف شوية من الفلفل الأسود وشوية من هالروزماري، بدي أعطي طعم طيب لهاليخنة، شوية من هالزعتر، وكله من كارفور يا أبو طه. تمام. ومننزل يا أبو طه الآن بإيش يا أخوي؟ بيت البندورة. شوية صغيرة هون. ليش بدي أنزل البندورة؟ شمني الريحة بطاها مبدئيا واصل لعندي يا ابو. مبدئيا انت هون اخذت شيء ولا اروع. الاساس تبع ايش؟ تبع اليخنه. تبع اليخنه، شايف هذا الاساس تبعها. وبعديها يا بطاها الان بدنا نستخدم المكثف، بدنا نكثف الصلصه. هون اضفنا هالطحين، والطحين هون هو العنصر المكثف لليخنه. بدي اطبخه شوي، بدي يروح طعم الطحين اللي فيه. ممكن نستخدم النشا لكن مش بهالشكل. ممكن نستخدم النشا عن طريق ايش يا ابو طه؟ عن طريق يا حبيبي انك تذوب مي بارده. انا بيعجبني انك تسالني وبتجاوب مباشره، اذا ما بتحرجنيش. ما هو لانه انت مش عارف. ما انا مش عارف. ما هي مش كده. هذا اللي بيعجبني انه على السريع، يعني من ايش يا ابو طه وعلى السريع بتقول. يا ليك. يا ريت كانوا يسووا هيك في المدرسه. جد والله؟ بس كان يسالك يستنى جواب. هي هون اضفنا المرق. المرق الموجود مع اللحم على قولة عبد الله أبو وسام، هاي لحماتنا مع مياتنا مع كله. يا سلام. حطيناهم وين؟ أيوة أبو طه. الآن بدت عندي، شوف اللون محلاه، لون طبيعي من اللحم. إذا بتلاحظوا ما كثرنا أبو طه، إحنا ما كثرنا رب البندورة، اعتمدت على الصوص من سلق. نعم. اللحمه. نعم. شوفوا كيف بدت عندي تتكون هاليخنه. الان بدي اضبطها بشويه ملح، وعندي شوي من الخضار راح احكي عنهم بعد شوي. شو الوضع ابو عون؟ هاي رزنا بهالشوكه قاعدين بنطلعه، بنخلطه بالطنجره مشان يتم سكبه يا ابو طه. شايف الرز يا اخوي؟ هاي رزياتنا امورهم ممتازات جدا جدا يا ابطال.
سكبنا الرز، الرز بالزعفران اللي ريحته طبعا بتشهي، ريحه المورد فيه بتشهي، ريحه الزعفران فيه بتشهي، واليخنه قاعده تتسبك وهي تسبكت اكثر شوي. بس في هاي المرحله ابو طه كلامك سليم تمام 100%. الان بدي اضيف الخضروات المسلوقه. اها ضفنا هالجزرات وهالبطاطات، وعندي شويه بصل صغير، هذا بيجي مخلل ممكن تسووه عندكم في البيت، او ممكن نضيف مثلا الكوسه، ممكن نضيف الجزر، البتنجان، اي شيء عندكم. هاي طبعا اليخنه بتكون بهالكثافه، هاي طلعوا بتكون بهالكثافه العاليه، وجنبها الرز بالزعفران طبق رئيسي، يعني من الاطباق اللي رايحين اكيد تحبوها. لا بدي اطبخها شويه واخليها تتسبك على نار هذه هيك شوي شوي يا ابو طه.